السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع كليك اب بينظم لك المهام بتاعتك، وتقدر تحط المشاريع بتاعتك في تواريخ معينة بحيث ان انت عارف ايه اللي المفروض هيتعمل الفترة اللي جاية. ممكن نيجي هنا مثلا على اي سبيس من دول، مثلا الاركتكتشر، هتلاقي الحاجات هي مترتبة. ممكن تسحب مثلا حاجة من مكان لمكان، يعني هنا مرتب الحاجة اللي محتاجة مراجعة، الحاجة اللي تم مراجعتها، وهكذا. وتقدر تزود بعض العناصر، يعني مثلا عايز ازود الكاستم تاسك اي دي، مثلا عايز ازود الليست، عايز ازود الاساين، يعني مين اللي هيعمل الحاجه ديت، عايز ازود الداتا كرييت او الابديتد. تقدر تزود العناصر اللي انت عايزها، ستيتس مثلا اهيت، تمام. تقدر تغير زي ما انت عايز، تقدر تعمل تايم تراكت وتايم استيميت، تمام. انت تراكر، هتقدر ان انت تحدد الوقت اللي انت عايزه، يعني مثلا عامل حسابك ان انت تذاكر ربع ساعة قضيتها دي في المذاكرة مثلا. تايم استيميت، تقدر تحدد الوقت اللي انت شايف ان الحاجة دي هتاخدها. مثلا دي هتاخد 66 ساعة، وهكذا. فيبدأ يعدلك الوقت بتاعك. جو ريكويست، سهل جدا ان انت تسحب الحاجة من مكان لمكان. تقدر تعمل سيلكت عليها، وتقدر تقول له انا اساين مين اللي يعمل الحاجة ديت، تختار الشخص اللي انت عايزه، وتقدر تشوف الستيتس بتاعتك، الليبل بتاعتك، اللي ممكن تخليها سب تاسك من حاجة تانية، أي موضوع تاني تختاره، وهكذا.